هاي جايز، رجعت لكم فيديو جديد. بفيديو اليوم حب اعمل ترند بامبي او الغزالة مثل ما على التيك توك عم بيقولوا. حب اجرب، انا مو ميك اب ارتست ولا بعمل الميك اب بروفيشنال، بس هيك حب اجرب. على كتر ما شفت الناس عاملينه بشكل بيسطر حبيت انه انا اجرب. يلا خلينا نبلش الفيديو. أول شيء راح أوزع فونديشن. صلي فترة عم بشوف البنات على تيك توك عم بيعملوا الترند، وأنا أقول أعمله ما أعمله، كل مرة يخطر لي شيء. وبصراحة أنا هون أنا كل مرة بقول بدي أحكي لكم قصتي وبلاقي انه لسه بكير. التفاعل على القناة مو صح، لسه بكير. ما بعرف، يمكن اكون غلطانة انه انا اعمل فيديو احكي لكم فيه قصة حياتي. لهيك باختصار، انا حاليا مو ببيتي ولا بالبلد اللي انا كنت مستقرة فيه لفترة طويلة. حالياً أنا بالبرازيل. الناس اللي بتعرفني واللي متابعتني بتعرف إنه أنا بالبرازيل. ف بهذا البلد أنا لسه غراضي مو كاملة. كل شيء عندي إياه هو تمشاية حال. مهم، فأنا ما عندي كل الميك اب البروفيشنال اللي بيسمح لي إنه أنا أعمل الميك اب صح. على كل الأحوال راح احط كونسيلر هون. في عندي اثر حبايه بدي اخفيه. خليني ارسم على المراي وارجع لكم. الله يستر. نثبت خلينا نظبط الحواجب.
وهيك عملت الايلاينر. وهيك سويت العيون. لسه بدي اركب رموش كمان. رح اخذ هايلايتر. كاني كترت. Yes, Dad. Are you finished? No. Okay. هلا بالأبيض رح أعمل دوائي، بس خليني القلم ما حسيته مطحو. فإيش بدنا هلا نعمل؟ ناخذ كونسيلر. ناخذ قفل قلم. وبنعمل هيك. نكون عملنا النقط رموش. رح اقصه جبت هدول. ونحط هاد. بلاهن احلى. إن شاء الله تكونوا حبيتوا فيديو اليوم. أنا كتير انبسطت واستمتعت. أنا كتير بحب هيك فيديوهات، إنه أعمل هيك لوكات غريبة. أنا كتير حبيته، لذيذ على وقدر أنزل فيه بالشارع، بس مستحيل. بس هيك لهون بكون خلاص الفيديو. بشوفكم فيديو جديد على خير إن شاء الله. مع السلامة.